حصيلة يعني الوكالة. ويجوز للمجبر توكيل في تزويد موليته بغير إذنها وعلى وكيل رعايته محل. فيجوز للمجبر، من هو المجبر؟ هو الأب والجد في البكر. أما الأب والجد في السيد ليس مجبرين كما سبقنا، فيجوز لهما يعني للولي المجبر توكيل معين صح تزويجه. ما معنى صحة تزويجه؟ يعني كان يكون مكلفا هكذا، يعني سبق أن بينا في باب الولاية في باب الوكالة ينبغي أن يكون أن يكون في الوكيل أهلية مباشرة هذا العقد الموكل به. فإذا ينبغي أن يكون وكيل النكاح أن يكون فيه أهلية مباشرة النكاح. فإذا لو كان صبيا لا يصح، نعم هكذا، لو كان فاسقا لا يصح هكذا. ثم توكيل معين صح تزويجه في تزويج موليته بمولية المجبر بغير إذنها، نعم بدون الإذن. وإن لم يعين المجبر الزوجة في توكيله، عند التوكيل لا يجب أن يعين الزوجة بل يوكل توكيلا عاما، يقول له وكلتك في التزويج ابنتي فلانة هكذا. ثم هو على وكيل إن لم يعين الولي الزوجة متى رعاية حظ واحتياط في أمرها، وإن زوجها بغير كفء أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه لم يصح التزويج. لماذا؟ لمخالفته الاحتياط الواجب عليه. هذا يجب على الوكيل إن لم يعين الولي الزوجة الاحتياط، فإذا هذا مخالف للاحتياط لذلك لا يجب يصح هذا التزويج. نعم لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه. نعم ثم ويجوز التوكيل لغيره اي غير المجبر بان لم يكن ابا ولا جدا في البكر او كانت موليته طيبا فل يوكل بعد إذن له فيه. الذي سبق بالنسبة إلى ولي المجبر يجوز التوكيل بدون إذنها، يعني قبل إذنها، قبل إذنها في النكاح هذا عادة إلى الإذن. لماذا؟ وهو مجبر على النكاح، إذن مجبر على التوكيل هذا. أما غير المجبر يعني ولو كان أبا وجدا أيضا لكن موليته سيئة، إذن هو يعني غير ولي. نعم ويجوز التوكيل لغيره على غير المجبر بأن لم يكن أبا ولا جدا في البكر أو كانت موليته سيئة فليوكل بعد إذن حصل منها له فيه. أو كانت موليته سيبا فليوكل بعد إذن حصل منها له به أي التزويد إن لم تنهه عن التوكيل. فهذا متى؟ إن لم تنهه عن التوكيل، لو نهت عن التوكيل فلا يجوز له التوكيل، لو لم تنهى عن التوكيل يجوز له التوكيل بعد الإذن. وهذا الإذن فيما في التزويد، يعني هذا المولية أذنت للولي في التزويج ثم بعد ذلك يجوز له التوكيل، لا حاجة إلى الإذن في التوكيل. بل بالنسبة إلى التوكيل يشترط أن لا تنهاه عن التوكيل، هذا الذي قال إن لم تنهاه عن التوكيل. وإذا عينت للولي رجلا فليعينه للوكيل. ممكن هذه المولية لو عينت للولي بالإذن رجلا، ولي غير المجبر رجلا فليعينه للوكيل، والا لم يصح تزويجه. ولو لمن عينته، ممكن هذا وكيل زوجها لمن عينته لكن في التوكيل لم
يعين هذا الرجل للوكيل، لم يعين الولي للوكيل هذا الرجل في صيغة التوكيل، بل بعد ذلك الوكيل زودها لمن عينته. لا يصح النكاح، لماذا؟ لأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد، يعني هي أذنت في المعين، فإذا هنا إذن مطلق هذا فاسد. إذن مطلق يعني من الولي في التوكيل، هذا إذن مطلق هذا فاسد. وخرج بقوله بعد إذنها للولي بالتزويج ما لو وكله قبل إذنها له به. خرج بقوله بعد إذنها للولي بالتزويج ما لو وكله قبل إذنها له به فلا يصح التوكيل ولا النكاح أيضا. نعم، هذا يكفي يعني وقوع التوكيل، وقوع الإذن قبل التوكيل، هذا يكفي يعني موافقته لنفس الأمر وإن لم يعلم هذا، هذا الذي يذكر بعده. نعم، لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظنا جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت عينت قبل التوكيل. لماذا؟ لأن العبرة بالعقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، لا بما في ظن المكلف، وإلا فلا، وإلا فلا معناه وإن لم يتبين ذلك فلا يصح، لو تبين صح. ثم فروع، لو زوج القاضي امرأة قبل سقوط توكيله، بل بخبر عادل نفذ وصح، لكنه غير جائز، لأنه تعاقدا فاسدا بالظاهر كما قال بعض الصحابة. زوج القاضي امرأة قبل سقوط توكيله، يعني توكيل القاضي، من يوكل؟ توكيل وليها إياه، فإذا هنا الوكيل هو القاضي، فإذا هذه مسألة يوجد فيها الولي، ثم ولي وكل، لمن وكل؟ للقاضي. إذا لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل، هذا يكون ثبوت التوكيل يكون برجلين عدلين، لكن هنا كيف زوج القاضي بخبر عدل نفذ، فإذا هذا نكاح نافذ، نفذ يعني وصح، التزويج صحيح والإذن نافذ، لكنه غير جائز، لكن فعله ليس بجائز. لماذا؟ لأنه تعاقد عقدا فاسدا بالله، يعني في ظنه لم يسقط عنده الإذن، لذلك هذا مباشرة هذا العقد، تعاقد هذا العقد فاسد عنده، فإذا هو تعاقد عقدا فاسدا، لذلك هو فعل حراما، مع ذلك إذنه نافذ يعني حكمه نكاحه صحيح. كما قال بعض الصحابة ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فيصدقها ووكل القاضي فزوجها ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح التوكيل والتزويج. هذا مسألة أخرى، يعني امرأة أذنت وأخبرت امرأة بهذا الإذن لمن؟ للولي فيما بالتزويج، ويصدقها الولي، يصدق هذه المرأة الواحدة، ثم ووكل القاضي بعد ذلك هذا الولي وكل القاضي فزوجها، القاضي زوجها، صح التوكيل أو التزويج. فإذا والذي سبق يعني نكاح تزويج القاضي بخبر عدل بالتوكيل، وهنا بخبر امرأة، بخبر امرأة، وهذه المرأة يعني أخبرت بإذن المولية، ثم وكالة القاضي يعني مباشرة، أو يعني ثبت عند القاضي هذه المباشرة، ليس هناك مشكلة، بل المشكلة يعني في بلوغ إذن المولية إلى هذا الولي، هناك امرأة واحدة فقط. نعم. ثم ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزوجي الآن وبعد تلاقي وانقضاء عدتي، فإذا هكذا أذن امرأة لزوجي لولي، لولي ما هو صورة الإذن هكذا،
أذنت لك بتزويجي لما أن أراد تزوجي الآن فإذا أراد يزوجه يا رجل ثم وبعد طلاقي وانقضاء عدتي ما معناه؟ يعني أولا هذا الرجل زوج وهذا الزوج طلقها وانقضت عدتها منه هكذا فإذا في هذا الإذن إذنان للتزويجين تزويج لرجل حالا ثم بعد ذلك هذا الزوج الأول يفرض أنه يطلقها لو طلقها انقضت عدتها بعد ذلك فإذا في ذن هذا الإذن إذنان لنكاحين فهل هما صحيحان؟ هذا الذي يقول عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا يكفي هذا ثانيا فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا فإذا هذا الولي وكل أجنبيا بهذه الصفة يعني هو أيضا قال وكلتك لأن تزوج موليتي فلانة لمن يرغب أو لمن يريد أن يتزوجها وبعد طلاقه وانقضاء عدتها هكذا ذكر فإذا هذا الوكيل زوجها ثانيا هل يصح؟ نعم يصح لماذا؟ لأنه وإن لم يملكه حالا لدني لكنه تابع لما ملكه حالا لدني كما أفتى به الطيب الناشري وأقره بعض أصحابنا فإذا هنا شبهة اختلال شرط التوكيل ما هو شرط التوكيل؟ ملك التصرف عند الوكالة إذا بالنسبة إلى هذا النكاح الثاني لا يملك التصرف لماذا؟ وهذا الرجل الأول يتزوج ثم بعد ذلك يطلق ثم ينقضي عدتها فإذا بهذه الحالات لا يملك عقد النكاح الثاني لا يملك الولي ولا هذا الوكيل الأجنبي جوابا لهذه الشبهة أجاب أو هو لكنه تابع لما ملكه حال الإذن يعني حال الإذن هو يملك النكاح الأول وهذا تابع فلا بأس إذن هذا شرط لو لم يكن به تبعية ثم ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها به فزوجها بإذنها جاز بناء أن للأصح أن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل نعم ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي له قبل استئذانها استئذان يعني قبل طلب القاضي إذنها فيه فيزوجها بإذنها ثم هذا الرجل الذي أمر القاضي لتزويجها يعني هذا المأمور زوجها كيف بإذنها يعني المأمور استأذنها وأذنت له هكذا يعني هل يصح؟ نعم يصح لماذا؟ هذا ليس توكيل بل هذا استخلاف فزوجها بإذنها جاز بناء أن للأسف أن استنابته بشغل معين استخلاف لا توكيل فإذا لو جرى على أنه توكيل لا يصح نعم ثم فروع لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكفي الكتاب بل يشترط اللفظ منه يعني عند الاستخلاف هل يشترط اللفظ بالاستخلاف أو هل يكفي الكتابة لا يكفي الكتابة بل يجب النطق بالاستخلاف بل يشترط اللفظ منه وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط هذا ما في أصل الرواية والتضعيف البلقيني رحمه الله له مردود بالتصريحهم يعني إمام بلقيني ضعفه هذا لكن هذا تضعيفه مردود لماذا؟ لأنهم صرحوا بأن الكتابة وحدها لا تفيد بالاستخلاف بل لا بد من شهادة شاهدين على ذلك قاله شيخنا بشرحه الكبير ثم مسألة توكيل الزوج والذي سبق يعني توكيل الولي تتم بالقبول ماذا يقول؟ نعم 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 هذا كما ذكرنا في التوكيل يجب الإجابة القبول ثم ويجوز لزوج توكيل بقبوله أي النكاح فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة بنت فلان بن فلان ثم يقول موكلي زوجتك فإذا يعني كيف إيجاب الوكيل وكيل الولي وكذلك كيف يكون قبول الوكيل للزوج يعني هذا الذي يقول فإذا يقول وكيل الولي للزوج ماذا يقول للزوج زوجتك فلانة فلانة بنت فلان ابن فلان ليست بنتي بل هي بنت فلان ابن فلان
إذا لماذا ذكر بنت فلان ابن فلان؟ يجب للتجويد للتمييز، يعني لو ذكر بنت فلان فقط، لو كنت تتميز لو كنت تتميز يكفي، أو يحتاج إلى ذكر جدها أيضا للتمييز، يجب ذكرها ذكر الجد. ثم ذكر في التحفة ويرفع نسبه إلى أن يتميز. نعم، متى هذا؟ إذا جهلوا، وإلا يكفي هذا، يعني هذا فلان ابن فلان هذا ليس قيدا، بل المراد التمييز. نعم. ثم يقول موكري أو وكالة عنه، هكذا يقول، يعني زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان، موكلي الفلان هو الذي وكلني، هو موكلي، أو يقول يعني وكالة عنه يعني عن ذلك الفلان. إن جهل الزوج أبي الشاهد يعني وكالته، وإلا لم يشترط ذلك. الزوج يعلم أو الشاهدان يعلم أيضا يعلمان هذا التوكيل سابقا، فلا حاجة إلى ذكر موكلي أو وكالة عنه، بل يكفي زوجتك بفلانة بنت فلان ابن فلان فيها. وإن حصل العلم بإخبار الوكيل، لا حاجة إلى ثبوت الوكالة عندهم بالشاهد، بل يكفي إخبار الوكيل. فيقول الولي لوكيل الزوج، فإذا يكون هناك أولا ذكر يعني صيغة وكيل الولي، ثم ثاني يقول هنا صيغة الولي لوكيل الزوج، هنا الوكيل للزوج ليس للولي وكيل، بل الولي هو يزوج. نعم، يعني يقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلان ابن فلان. فيقول وكيل زوجت بنتي فلان ابن فلان، لا يقول زوجتك. لماذا؟ لأن المخاطب ليس الزوج بل هو وكيل الزوج، لذلك لا يقول زوجتك، بل يقول زوجت بنتي فلان ابن فلان، فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له، قبلت نكاحها له، يعني لفلان، قبلت نكاحها لفلان له. كذلك يقول ولي الصبي حينما يقبل النكاح لأجل الصبي، ماذا يقول ولي الصبي؟ قبلت نكاحها ثم له، يعني يذكر اسم هذا الصبي. ثم فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح، فيهما يعني في قبول ولي الصبي وكذلك في قبول ولي وكيل الزوج لم يصح النكاح. وإن نوى الموكل أو الطفل، وإن نوى، من نوى؟ هذا القابل الذي يقوم بالقبول، نوى الموكل أو الطفل، أيا كان، كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق، يعني هذا الولي نسي وقال زوجتك بالدين، فإذا الوكيل قال قبلت له، قبلت نكاحها له، فإذا لا يكون هناك توافق بين الإجابة والقبول. فإن ترك لفظة له في هذه إن قد للوكيل، يعني هذا الولي قال زوجتك بنتي فلانة هكذا، والوكيل قال قبلت فقط، هو ما قال قبلت نكاحها له، بل هو قال قبلت نكاحها، فإذا هذا الوكيل ظفر بها، وكيل الزوج ظفر بها، يكون النكاح لمن؟ للوكيل. نعم. وإن نوى موكله، ممكن الوكيل نوى بهذا القبول موكله، لكن لا يقع للموكل بسبب ترك لفظة له. نعم. ثم فروع، من قال أنا وكيل بتزويج فلانة، نعم، فلمن صدقه قبول النكاح منه. نعم. ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلانة أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه، يعني رجل عدل أخبر آخر بطلاق فلان زوجته أو موت فلان أو توكيله أن يعمل، يعني من أخبره يعمل، أن يعمل به بهذا الخبر بالنسبة لما يتعلق بنفسه، وكذا خطه الموثوق به لو كتب وهو يثق بهذا الخط يجوز له أن يعمل بالنسبة إلى ما بالنسبة إلى ما يتعلق بنفسه، أما بالنسبة إلى ما لا يتعلق بنفسه فلا يجوز، بل يجب الثبوت عنده بالبينة. أما بالنسبة لحق الغير، طيب، أو لما يتعلق بالحاكم،
لا، ما يتعلق بالحاكمية هو الحكم، فلا يجوز اعتماد عادل ولا خط فاضل من كل ما ليس بعدة شرعية.